بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم جميعا، ويا رب إن شاء الله دايما وأبدا بخير ودائما بصحة جيدة بإذن الله. برحب بكم جميعا في الفيديو التعريفي لأول ستارت بوينت. إن شاء الله هتبدأ في اليو اس ام لي ستيب 1 ممبرشيب الخاص بيا اللي هو أحد النيو preparation systems اللي بفضل الله أطلقتها في الـ USMLE، وهو خاص بالـ USMLE Step 1. برحب بيكم مرة تانية، أنا محمد عبد الفتاح الشهير بدكتور تاح. في الوقت الحالي أنا نائب باثولوجي أو أناتوميكال باثولوجي في نيويورك ميديكال كوليدج في ويستشستر في نيويورك في ويستشستر ميديكال سنتر. وإن شاء الله مستقبلاً سأكون نيوروباثولوجي فيلو في University of Texas Southwestern في دالاس في تكساس. وعندي أكثر من 13 سنة experience في تدريس المحتوى الخاص بالـ USMLE Step 1، وهنبدأ النهاردة في هذا الأورينتيشن للنيو سيستم الكامل المتكامل الشامل إن شاء الله رب العالمين، اللي مش هيسيبك غير على باب الامتحان إن شاء الله. ودي الحاجة الجديدة اللي بنقدمها وبإذن الله تبسطكم جميعا. بعيد مرة تانية نفس الانونسمنتس اللي أنا اتكلمت عنها سابقا، مهم جدا إن يترسخ في ذهن الجميع إن مفيش أي مكان آخر المفروض يكون بيبيع الكورسز الخاصة بي أو بمحاضراتي بخلاف صفحتي الرسمية على الفيسبوك اللي هي صفحة دكتور تاح، وموقعي على الإنترنت اللي هو tahusmli.com. حتى في صفح أخرى، أي صفح تحت مسميات أخرى حتى لو كانت تحمل لفظ تاح فهي ليست منوطة ببيع الكورسز أو المحاضرات الخاصة بي. وكذلك بعيد شكري وتقديري للجميع، وبإذن الله هنشوف حاجة قوية جدا وشاملة وأب تو ديت، ومش هتسيبك إن شاء الله إلا على باب الامتحان بإذن الله تعالى. طبعا إحنا دلوقتي بنتكلم على التو لاين سيستم اللي هو زي ما بيقولوا كده الممبرشيب سيستم الذي يستمر لمدة سنتين ونص كاملين. طيب الاكسبلانيشن ليكتشرز دي أول كومبوننت عندنا في هذه المنظومة اللي هي محاضرات الشرح. محاضرات الشرح أصبحوا ثلاثة محاضرات أسبوعيا بدل من محاضرتين، وده علشان نقدر نخلص الكورس حتى الأونلاين اللايف في مدة كويسة، ماهيش طويلة قوي وماهيش مكثفة قوي علشان تقدر تركز فيها in parallel مع كليتك أو in parallel مع شغلك لو كنت undergraduate أو postgraduate. عندنا المحاضرة الأولى بتكون معادها يوم الحد الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، وده توقيت لطيف وعلشان كده عامل وش بيضحك، وده لأن الحد عندي أنا في أمريكا هنا ويك إند فأقدر أنسقها إن أنا أدي في ميعاد مناسب بالنسبة للجميع. تسجيلة محاضرة يوم الحد بتنزل تاني يوم على طول اللي هو يوم الاثنين، تلاقي التسجيلة اتضافت للداتابيز أو الأوفلاين داتابيز بتاعتك. بعد كده عندنا المحاضرة التانية، المحاضرة التانية دي أنا عامل وش مكشر للأسف الشديد لأن ميعادها اللايف متعب شوية بالنسبة للبعض، هتقوم تصلي الفجر للأسف الساعة 5 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الثلاث 5 صباحا بتوقيت القاهرة، وهدي المحاضرة Tuesday 5 a.m. Cairo time. ده ميعاد مش لطيف قوي بالنسبة للجميع، ولكن نظرا لأن يوم الثلاث هنا يوم عمل وبالتالي أنا هرجع من المستشفى، برجع من المستشفى حوالي 5 أو 6، فبالتالي أقدر أرتاح كده. بعدين هخش أدي المحاضرة على الساعة 10 مساء عندنا بتوقيت نيويورك، فهتكون عندكم حوالي 5 صباحا بتوقيت القاهرة، فهتسمع المحاضرة بعد ما تصلي الفجر وتنزل الكلية.
تسمعني وتبدأ يومك بيا، وبعدين تنزل الكلية أو تروح شغلك واتسو ايفر. خلاص، تسجيل تلك المحاضرة لو كان ميعادها مؤذي يعني بالنسبة لك، فتسجيلتها بإذن الله تنزل لك تاني يوم على طول، أو هتكون متاحة تاني يوم على طول، بمعنى إنها هتكون متاحة لك يوم الأربع مسجلة. فلو انت ما قدرتش تسمعها في اللايف هتقدر تسمعها متسجلة عادي، وانا متوقع ان اغلب الناس هتعتمد على الريكوردنج في المحاضرة دي غالبا. يعني المحاضرة الثالثة في الشرح هتكون يوم الجمعة 9 صباحا، وده ميعاد حلو جدا قبل الصلاة، تصحى كده قبل الصلاة تسمعني، وبعد كده تتوضى وتنزل تصلي الجمعة وتدعي لي. دي اللي هي بتبقى الجمعة 9 صباحا، وتسجيلتها بتنزل يوم السبت تاني يوم على طول. دي محاضرات الايه؟ الشرح، اللي هو الكومبوننت الاولاني، وهو كومبوننت رئيسي واساسي في الكورس بتاعنا او في السيستم بتاعنا. بعد كده هنا بقى ده الكومبوننت التاني الزايد والهام جدا، واللي اغلب الناس ان شاء الله رب العالمين تتبسط منه خالص، اللي هو ايه؟ كيو بانك ليكتشرز والاكتيفيتي سيشن. في عندنا واحد اكتيفيتي سيشن واتنين كيو بانك ليكتشرز. الفكره ايه؟ دول الاتنين كيو بانك ليكتشرز هيبقوا بيبدلوا معايا في الايام، بمعنى انا بدي حد تلات جمعه. دكتور احمد المسؤول عن الكيو بانك ليكتشرز والاكتيفيتي سيشن هيدي اتنين واربع وسبت، فسبت اتنين اربع دكتور احمد، حد تلات جمعة دكتور تاح. خلاص، عندنا محاضرة أولى هتكون يوم الاثنين الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، وتسجيلتها تنزل التلات. المحاضرة الثانية هتكون يوم الأربع 8 مساء بتوقيت القاهرة، وتسجيلها الخميس. المحاضرة الثالثة اللي هي الأكتيفيتي سيشن يوم السبت، وتسجيلتها بتنزل الحد. طب معلش، إيه الفرق بين كيو بانك ليكتشر واكتيفيتي سيشن؟ الاكتيفيتي سيشن دي الغرض منها حل عدد مقبول من الاسئله بيزد على ما تم شرحه خلال الاسبوع فقط. يعني اللي شرح خلال الاسبوع اللي شرحه العبد لله دكتور احمد يجي داخل يوم السبت، يعني انا هشرح حد تلات جمعه، يروح جاي يوم السبت دكتور احمد داخل حالل على اللي انا شرحته حد وتلات وجمعه باكتيفيتي سيشن، بيحل فيها عدد مقبول من الاسئله، يعرفك افكار الاسئله والدنيا بتتسال ازاي في اللي اتشرح خلال الاسبوع. لكن بقى كيو بانك ليكتشرز دي اللي هي هنحل فيها الشادو يو وورلد. ومعنى كلمه شادو يو وورلد هنا هي ان احنا يعني هنبقى عاملين بنك اسئله متماشي مع عدد الاسئله بالكامل اللي موجوده في اليو وورلد، وهو يعتبر ميرور ايمج لليو وورلد، علشان ما نقولش ان احنا بنحب يو وورلد كيو وورلد يعني، ولكن هو شادو كيو بانك شبه اليو وورلد 100% باذن الله. فهتلاقي نفس الافكار نفس المحتوى نفس الشيء، وبيتم شرح الاكسبلانيشن الخاص بالاسئله والديسكشن بتاع السؤال بشكل لايف على الهواء مباشرة مع دكتور أحمد في اليومين دول، وبتنزل التسجيلة في اليومين دول علشان لو ملحقتش تحضر اللايف أو عندك ظروف تمنعك من إنك تحضر اللايف. بنهاية السايكل بتاعتك بالكامل بتكون مخلص بنك اليورلد كامل، أو الشادو يورلد مخلصه بالكامل. كأنك خلصت يورلد كامل، لا أنت خلصته حل وشرح اكسبلانيشن لايف وتجميعات ومراجعة على الهواء مباشرة، وفي نفس الوقت كنت بتحل اكتيفيتي سيشنز. الاكتيفيتي سيشنز دي بيزد على كل جزء اتشرح خلال الاسبوع. طيب ده شيء ممتاز جدا رائع. لا لسه، ده فيه كومبوننت تالت، بس قبل ما اشرح الكومبوننت التالت خليني امشيك على الجدول بشكل سريع تعرف الجدول ماشي ازاي. يعني عدد المحاضرات ده بريف سكيدجول. يعني ايه بريف سكيدجول؟ يعني في جدول كومبريهنسيف هينزل لك مع بدايه كل محطه. يعني احنا مثلا هنبدا جيناتكس، دي اول حاجه هنبدا بيها، هتلاقي مع بدايه الجيناتكس ينزل لك الخمسه ليكتشرز دول، كل ليكتشر هيتشرح فيها ايه بالظبط، فبالتالي الموضوع بالنسبه لك مش هيبقى معضله. لكن انت هنا ده بريف سكيدجول، انا بوضح لك احنا ماشيين ازاي. احنا هنمشي جيناتكس ثم ايميونولوجي ثم مايكروبيولوجي ثم بايوكيمستري ثم بيهيفيرال ساينس
ثم سايكولوجي اند سايكايتري، ثم هنبدا سيستمز، هنبدا سي في اس، اندوكراين، بعدين هوب فاصل هنا. فاصل هنا هيكون الميد سايكل اكزام، وهتفهم ما هو الميد سايكل اكزام ده لما اشرح الكومبوننت الثالث اللي هو الفولو اب. ده هيبقى امتحان في نص السايكل، الامتحان ده هيبقى 100 سؤال على كل ما سبق، تمام؟ وبعد كده هيبقى عندنا جي اي اند هيباتوبيلياري سيستم، وبعد كده هيماتولوجي سيستم، عندنا هيماتولوجي سيستم، ماسكولو سكيليتال سيستم، رينال سيستم، ريبرودكتيف سيستم، ريسبيراتوري سيستم، نيورو ساينس سيستم. بعد كده بنختم بالجنرال برينسيبلز اللي هي تشمل جنرال اناتومي، جنرال فارماكولوجي، وجنرال باثولوجي. يعني كلام عام كده يعني في العام. وبعد كده الاند سايكل اكزام او الاند كورس اكزام، ده بيبقى اربع بلوكات شبه الام بي ام اي بالظبط. وبالتالي عندك اند سايكل اكزام ده في النهايه، ده بيبقى بيزد على كل ما سبق. طيب جميل جدا، ده الجدول بتاعنا. انا حاطط لك عدد محاضرات واضحه وصريحه لكل سيكشن، عدد المحاضرات دي رياليستيك جدا وحقيقي 1000%. ليه؟ لاني جايدنج ماي سيلف بعدد المحاضرات اللي في السايكل اللي فاتت، عديت عدد المحاضرات اللي في السايكل اللي فاتت وحطيت عدد رياليستيك جدا، ولقيت اني لما هشتغل 3 مرات اسبوعيا هخلصك في حوالي 17 شهر، بمعنى تقريبا اراوند سنة ونص، تمام؟ خد بالك انت في خلال السنة ونص دول مش بس هتكون خلصت مذاكرة معايا بمعدل مقبول جنب كليتك او جنب شغلك وتقدر تلتزم بيه، لا ده انت كمان هتكون خلصت اليو وورلد شادو كيو بانك، او اليو وورلد ستايل، او اليو دبليو ستايل كيو بانك، خلصت كانك بنك اليو وورلد كاملا في خلال تلك المده. يعني بعد السنه ونص انت جاهز انك تخش الامتحان، فقط محتاج سيلف اسيسمنت فقط لا غير. وخد بالك انت في نفس الوقت معاك الضلع الثاني اللي هو السايد الثاني، يعني انت واخد اوف لاين اكسس على الداتابيس كامله بتاعه اخر محاضرات اتشرحت، بمعنى اخر سايكل اتشرحت، الشرح الحديث احدث حاجه، خلاص؟ فبالتالي الاوفلاين اكسس ده بيساعدك انك تقدر تشد مع نفسك. اشد ازاي؟ ده اللي هقوله حالا في الاورينتيشن، لان لازم اعرفك الاستراتيجي اللي ممكن تمشي بيها. طيب الفولو اب سيستم ده الكومبوننت الثالث اللي انا قلت لك هقوله بعد الجدول. الفولو اب سيستم بمعنى ان مش بس انت عندك حصص حل الكيو بانك والاكتيفيتي سيشنز، لا ده انت عندك كومبوننتس متكامله جدا للفولو اب سيستم. يعني عندك في اكزامز، امتحانات. انت لو رجعت للجدول هتلاقي ان انا حاطط عدد الامتحانات اللي هتمتحنها على كل سيستم، واللي هتمتحنها على كل ماده او على كل جنرال سبجكت، لا زي المايكرو او البايو كده. فاذا انت عندك مش بس في ريجولار اكزامز، لا ده انت عندك كمان في ميد سايكل اكزام بتبقى في النص، واسئله كل كومبوننت تبقى مفصوله عن بعضها بحيث ان اللي دخل في النص يقدر يحل على اللي خلصه. وفي اند سايكل اكزام اللي هو بيبقى امتحان كامل ومتكامل على كل السايكل بالكامل. وفي عندنا بقى كمان حاجه اسمها ريكول اكزامز. الريكول اكزامز دي هينزل بيها اناونسمنتس منفصله، هتكون عباره عن اكزام على حاجه من اللي عدى عليها مادتين او عدى عليها سيستمين، علشان نساعدك انك تبقى حاطط لنفسك ورد بتراجعه بشكل دوري، مفيش حاجه بتتركن في دماغك فتره طويله فتحس ان انت نسيتها. ده الريكول اكزامز. خدوا بالكم اللي هيبقى ماسك هذا السكشن اللي هو الخاص بالاكزامز هي دكتوره مرام، وهي اللي هتكون ماسكه الكوميتمنت، وهي اللي هتبقى ماسكه الاكزامز. يعني بالتالي الاكزامز هيبقى ليها حد محدد هو المسؤول فقط عن وضع تلك الامتحانات، وبالتالي الامتحانات هتنزل في مواعيدها وهتبقى شارب باذن الله. الكيو بانك ليكتشرز دي احنا اتكلمنا عنها خلاص، ان احنا بنحل الشادو يو وورلد او اليو دبليو ستايل كيو بانك اللي هنحله مع دكتور احمد، وفي نفس الوقت عندنا الاكتيفيتي سيشنز اللي بنشتغلها مع دكتور احمد، ودي بتبقى بيزد على الويكلي اكسبلانيشن ليكتشرز على اللي اتشرح خلال الاسبوع.
في نفس الوقت عندنا الاكسبلانيشن ليكتشر سمري، وده سمري بينزل بنهايه كل محاضره شرح. دكتوره مرام هتكون هي المسؤوله عنه، بتنزل لك سمري تقول لك والله اللي اتشرح في محاضره النهارده كذا من صفحه كذا لصفحه كذا، بحيث انك تبقى معاك دايما السمريز وعارف كل محاضره اللي اتقال فيها ايه واللي اتشرح فيها ايه. وفي نفس الوقت هيبقى عندنا مجموعه من الانكي كاردز او الانكي فلاش كاردز، علشان انا عارف ان الناس بتحب الحكايه دي، في ناس بتحب تذاكر بالانكي، فالانكي كاردز هتبقى بيزد على كل موديول احنا بنشرحه، بتساعدك في ان انت في المراجعه وفي المذاكره مع نفسك. في نفس الوقت دكتور احمد هيوفر كمان اكزام منتورشيب، بمعنى هيبقى في individualized بلان لكل واحد خلص السايكل بتاعته، هيتحط له individualized بلان بيزد على ظروفه لغايه اما يدخل امتحانه باذن الله تعالى. يعني معنى كده مش هنسيبك الا على باب الامتحان، تقدر تنضم في الممبرشيب اني تايم، لان انت خد بالك هتاخد سنتين ونص. سنتين ونص يعني تقريبا سايكلين، يعني معاك سايكلين، انت معاك سايكلين تقدر تلفهم، سيان مكان انت انضميت امتى. يو جوين اني تايم، انت بتاخد سنتين ونص ممبرشيب واخد فيها اكسس على الاوفلاين داتابيس كامله، وفي نفس الوقت بتحضر اللايف لو حابب، وتقدر تمشي مع اللايف ومع الجدول ومع الفولو اب، وتقدر في نفس الوقت تنجز مع نفسك باستراتيجي اقولها لك دلوقتي حالا. You always have the offline access to catch up. يعني فرضا مثلا انضميت معايا واحنا في نص الاميونيتي، ممكن تروح قايل لا خلاص انا هكاتش اب في الاميونيتي بالاوفلاين، وهاجي بعد كده بادئ معاهم وامشي مع اللايف من اول الماده اللي بعد الاميونيتي. فيو اولويز هاف ذا اوف لاين اكسس تو ذا داتا بيس، فده بيساعدك انك تقدر تكاتش اب معايا وتمشي معايا وتنضم في اي وقت. ولكن الافضل دايما ان انت تبدا مع بدايه جديده او مع ستارتنج بوينت زي اللي احنا هنبدا فيها يوم 16 فبراير القادم باذن الله. اتمنى ان كله ينضم، وهتشرف ان شاء الله ونول الشرف او ننول الشرف جميعا ان احنا نكون جزء من رحلتكم في اليوسيمي. فالويز جوين ات ذا ستارتنج بوينت، ده بيمثل حاجه افضل بكتير او از ماتش بيتر. هاو تو سبيد اب، دي بقى مهمه الحته دي، لان التريكه دي ممكن حد يكون مش متخيلها شويه. وانا لو عايز اشد مع نفسي، طب تشد مع نفسك ده هيكون امتى؟ والله امتى دي تنطبق عليك، يعني في حد متفرغ هو اصلا في سنه الامتياز مثلا وما بيحضرش او بينزل خفيف، امتيازه خفافي، فبالتالي هو عايز يركز وراجل متفرغ تماما للامر. او في حد تاني ممكن يكون طالب في الكليه وعايز يشد في فترات الاجازات، او عايز يشد في فترات ما بتكون اول السنه لسه الامتحانات بدري عليها، هو راجل ضاربها صوره مثلا وبيحب يجيب جيد بيقضيها في الجيد وخلاص رضا على كده يعني. طب الحد اللي عايز يشد مع نفسه يشد ازاي؟ طب نرجع كده للجدول لحظات وهفهمك انت ممكن تشد ازاي. بص ادي الجدول اهو. بص فرضا انت بدات معايا في اللي هي 16 فبراير اللي هو بدات بالجيناتكس، دايما وابدا انت واخد اوفلاين اكسس على شرح كل الباقي اللي هو اجدد شرح اخر شرح على شرح. طب دايما وابدا لما تحب تشد، شد عكسي، شد عكس الاتجاه اللي انا ماشي فيه، بمعنى انت هتمشي معايا في اللايف وماشي معايا عادي في الاونلاين، بس يوم ما تشد جيب من الاخر. يعني ايه جيب من الاخر؟ يعني قول مثلا انا في اول اجازه في الكليه هشد مع نفسي وهروح جاي مثلا فور اكزامبل هضرب الجنرال برينسيبلز في اللي هي الاخيره في الجدول، هخلصها في الاجازه وهخلص معاها نيورو مثلا، هشد فيهم واخلصهم اوف لاين. وفي نفس الوقت انا ماشي مع دكتور تاح عادي في الجيناتكس والاميونيتي والمايكروبيولوجي، ماشي معاه في السايكل. طول ما انا ماشي في الكليه انا ماشي معاه في السايكل عادي، واحده واحده زي ما هو ماشي، وماشي في حضور اليو وورلد بتاعي وبخلص يو وورلد اول باول. طب هاجي في الاجازه اللي وراها، اروح جاي ضارب ريسبيراتوري مثلا، وهضرب ريبرودكتيف على قد ما اقدر. فشوف انت كده عمال ايه، تخلص انت من الاخر وانا ماشي معاك ايه من الاول، هتلاقي نفسك بتلخص المده اللي هي المفروض كانت 17 شهر، ممكن تلخصها انت وتقدر توصلها انها تبقى 12 10.
11 انت وشطارتك معاك الفليكسيبيليتي انك تقدر تشد في اي وقت. طب هو مهم بقى الحاجات اللي انا هشد فيها مع نفسي دي، طب اليو وورلد بتاعها هعمل فيه ايه؟ لا في الحاله دي بقى انت لازما تحل انت اليو وورلد بتاع الحاجات دي، ده لو انت نفسك تبقى مخلصها ومشطبها خالص. عايز تستنى لما دكتور احمد يوصل انه يحل اليو وورلد بتاعها ما عندناش مشكله، ولكن انت لو نفسك تشد فعلا وتخلص في وقت قياسي، ففي الحاله دي انت هتضطر تشتغل اليو وورلد بتاع الحاجات دي مع نفسك. انا بقى معاك اشتراك يو وورلد، معاكم دلوقتي في حاجات اسمها يو سيملي بريبس، في حاجات كده كلام كده كتير، بشوف انت هتشترك في ايه. المهم ان انت تقدر تخلص اليو وورلد بتاعها مع نفسك على اساس تنجز بدل ال 17 شهر تقدر تلخصهم في مده اقل وانت وشطارتك بقى. تمام؟ اذا احنا وفرنا لك، خد بالك، وفرنا لك فليكسبيليتي كويسه، انت كده عرفت ازاي تسبيد اب. وفرنا لحضرتك فليكسبيليتي من حيث انك تقدر تنجز بشكل سريع، وفرنا لحضرتك مش بس شرح، وفرنا فولو اب سيستم متكامل وشرح كامل لاهم بنك اسئله انت محتاجه علشان تخش الامتحان، ووفرنا لك امتحانات دوريه وميد سايكل واند سايكل اكزام كانه سيلف اسيسمنت، وفرنا لك انكي تذاكر منها، وفي نفس الوقت ما تنسوش ان النوتس والكتب الخاصه بيا انكلودد في السبسكريبشن بتاعك او في الاشتراك بتاعك فور فري بي دي اف، تقدر تطبعه وتشتغل منه وقتي. تمام؟ دي النوتس والبوكس انكلودد معانا. وزي ما احنا عارفين وبفكركم دايما ان الاوفلاين بلاتفورم بتاعتنا اللي هو البرنامج اللي بنعتمد عليه في المحاضرات الاوفلاين او لتشغيل المحاضرات الاوفلاين كومباتبل مع كل الانترفيسز اللي موجوده، ان كانت ويندوز اندرويد او اي او اس او ماك بوك، كل الكلام ده بيشتغل. تمام؟ عندنا كمان ايميل خاص بالدعم الفني في حاله ان في اي مشكله 100% بتتحل. عندنا كمان ماني باك جارانتي في حالة إن البروجرام استعصى إنه يشتغل معاك من البداية from the start، معرفتش تشغل البروجرام وكان no way إن إحنا نحل لك المشكلة، أو حل المشكلة كان إنك مثلا تغير الديفايس، وده very rare بيحصل في أقل من 0.5% من الحالات، وأنا بقول الكلام ده وأنا واثق منه. في حالة إن أنت مش عايز تغير الديفايس، لا والله أنا عايز أشتغل من على الديفايس ده، خلاص في الحالة دي إحنا ما اتفقناش، الماني باك جارانتي موجود، بيرجع لك ريفاند بكل فلوسك، مفيش أي مشكلة، بس الكلام ده لو ما عرفتش تشغل البرنامج من الستارت أو من البداية. أوكي؟ طيب. وخد بالك بتشغل المحاضرة من على اللوكال، مش معتمدة على سيرفر، وبالتالي مفيش إنترنت هتعرف تشغلها، النور قاطع هتعرف تشغلها، ومفيش حكاية إن السيرفر واقع بنعمل أبديت في السيرفر، الكلام ده كله. بفكر حضراتكم بالمميزات دي كلها علشان حضراتكم تسجلوا معانا إن شاء الله في السايكل أو في الستارتنج بوينت القادمة اللي هتبدأ يوم 16 فبراير 2024، تكون بدايتك الموفقة والبداية الحقيقية لتحضيرك لليو اس ام لي ستيب 1 إن شاء الله رب العالمين. لو عملت سكان للكيو ار كود هيدخلك على الصفحة في الويب سايت اللي فيها التسجيل، وتقدر تراسل صفحتي الشخصية او الرسمية على الفيسبوك صفحة دكتور تاح علشان تعرف تفاصيل اكتر، وعلشان تسجل ان شاء الله في المجموعة القادمة. اخيرا الشكر والعرفان لكل الطلبة اللي معايا اللي ساعدوني وكانوا خير سند وعون لبداية هذا السيستم الجديد، وبشكر التيم بتاعي دكتور أحمد مجدي، دكتورة مرام، وكذلك التيم الخاص بالرد على الصفحة، وكذلك عيلتي طبعا وأسرتي، لأن الفترة اللي فاتت كانت فترة ستريسفول جدا عليا. وشكرا جزيلا لكم جميعا، و مستنيكم بإذن الله إني أنول أو ننول شرف بداية حضراتكم في رحلة اليو اس ام لي، وانتظروا خدمات كثيرة ومفاجآت كثيرة قادمة بإذن الله. شكرا جزيلا وبالتوفيق والنجاح والتجارة بالسلاح.